اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. فرق فنان الاغنيه الشعبيه عبد العالي بلبل الحياه امس بمستشفى الشيخ زايد بمدينه الدار البيضاء نتيجه تعرضه لحادثه سير خطيره قبل اسبوع بمدينه طنجه. وفي التفاصيل علمت شوف تيفي من مصادر قريبه من الفنان الشعبي الراحل عبد العالي بلبل بانه كان يقضي عطله نهايه الاسبوع بمدينه طنجه رفقه عائلته الصغيره، الا ان شخصا في حاله سكر طافحه صدمه بسيارته ليدخل في غيبوبه ألزمته الفراش لمدة أسبوع، حيث جرى نقله إلى مدينة الدار البيضاء بمستشفى الشيخ خليفة، فيما لا يزال المتسبب في الحادث فارا من العدالة. لنتابع في هذا الصدد هذه التصريحات. خلى ولاده، خلى والو، موقع والو، كنا جالسين السيد مصلي عرض علينا السيد العشاء، هبط بغى يجيب ينتظرهم بالطوموبيل، قاطع الشانطي، قاطع صافي، تضربات الطوموبيل جاية بشي سرعة، مجهدة عطاتو، هادشي اللي كاين. تسول لا ريسبسيون د لوطيل، قالوا لي، قلت لهم شوفوا لي طوموبيلتو واش كاينة قبالة لوطيل، قالوا لي كاينة، صافي. عرفت شي حاجه وقعالو، قلت لهم صافي راجلي شي حاجه وقعالو، لان قال لي ماشي غير نجيب نضادري وقرعت سيدي لي، عرفتو شي حاجه وقعالو. حتى التليفون ديالو خلاه لولدو تيلعب بيه. مني بقيت نقول لهم شوفوا شنو وقع، شوفوا راه معايا الوليد الصغير، ما قال لك راه شي حد ضرباتو شي طوموبيل غير في القطعات الشانطي قبلت لوطيل وقطع الشانطي. قلت لهم صافي هو ما يمكنش. انا قال لي غير الكارديان اللي كان تما قال لك شي سياره جايه بشي سرعه مجهده وضرباتو، لحتو في المشاتي بدماياتو، خلاوه وهربو. قال لي انا كنت شتا ما شتش الماتريكول الطوموبيل. هادشي اللي وقع. بقى في الكوما شي خمس ايام ولا هذا، حل عينيه نهار، مسكين شاف وليداتو وتسامح مع الوالده ديالو اللي محروقه عليه، صلى وشاف كل شيء وباس كل شيء، وانا تقسحب نفاق وافقي باش يتسامح مع الجميع. صافي هادشي اللي كاين. كنطالب بالسلطات باش يشدوا هاد السيد ويديروا مجهودهم، لان كاين الكاميرات لوطيل، كاين كل شيء، ولوطيل فين تضرب اللي حداه اوطيل معروف وكل شيء، ولا بدا يكونوا الكاميرات، يكونوا الشهود اللي شافوا هاد الشيء يديروا مجهودهم باش يشدوا هاد السيد يتعاقب على هاد السرعه، لانك ما جاتش فيه هو، تجي في واحد اخر، تجي في اي واحد. انا قال لي الكارديان الطوموبيلات قال لي السيد جاي بسرعه جنونيه، قال لي كان يقتلني حتى انا، قال لي مضوبل وخرج فينا ديريكت بجوج. هادشي راه ماشي معقول، هادشي ماشي معقول. الوالد ديالي مشى نهار، مشى خويا سافر لطنجه، عنده الدونتيست ديالو في طنجه، هز الوالده ديالي وخويا الصغير ومشاو لطنجه، صلى الفجر مسكين وهبط للطوموبيل يجيب نضادرو. فاش كان قاطع شنقول لك، ما هادشي اللي تنعاود لك دابا تيقطع لي قلبي، ضرباتو الطوموبيل بسرعه فائقه، فقد الوعي مسكين وبقى ثلاثه السوايع مليوح تما في الزنقه، لا حنين لا رحيم، حتى شي حد ما قدر يخسر عليه، حتى مكالمات فيها عيط للسلطات، واللي ضربو اللي ضربو هرب، اللي ضربو مشى، لا حنين لا رحيم. تنقول لك القلب ما عندهمش هاد الناس هادو. الحمد لله كانت مع الوالده ديالي، تهولت عليه، هبطات كتقلب عليه وقالوا لي راه كاين واحد السيد تما ضرباتو الطوموبيل. لقاتو الوالد ديالي الله يرحمه، جاو البوليس، جاو السبيطار. الوالد ديالي قاوم، كان بقى مقاوم حتى لاخر دقيقه، يعني فاش مسكين اكتشف الوالده مسكين، وتا بقى نص غيبوبه ونص فايق، اكتشف الوالده بحال هكا عاد مسكين غاب، هزو اون اورجونس جابوه لهنا لوبيتال الشيخ زايد خليفه، دخل في غيبوبه، دخل الكوما، داروا ليه مسكين عمليه على رجليه، رجليه تقسمات مسكين الله يرحمه، تقسمات رجليه، داروا ليه عمليه، داروا جوج حديدات،
وكان عنده 3 فراكتور وباسان، تهرس ليه الورك ديالو 3 ديال الهرسات، وكانوا عنده الغراز في راسو وصباعه كاملين كانوا مهرسين. حنا صبرنا على هادشي، قلنا يا ربي بقى لنا الوليد غير بحياته. بقاونا معاه سيمانه وفاق مسكين، فاق. فاش فاق رجع الامل في قلوبنا ورجع رجعت البسمه في حياتنا، وقلنا الحمد لله ربي صدق علينا الوليد وفاق الحمد لله، وعنق وليداته وقال لنا الله يرضي عليكم وصلى الصلاه ديالو. ما دازت يومين مسكين الوليد ما حش بالرجلين ديالو، ما كانش حاس بالرجلين ديالو وبالكرش ديالو، حسينا باللي راه مشلول. وعيطنا للطبيب قلنا لي اجي تشوف بابا مالو، قال لك خصنا نهبطو ضروري يدير لي غام. فاش هبط باش يدير لي غام لقاو بلي عنده النخاع الشوكي ديالو مضروب مقيوس، وعنده اونطاسمون ديال لي فيرتيبر ديال في الكولون فيرتيبرال، وكانت خصها عمليه ضروريه. دخل باش يدير العمليه البارح والبارح بالليل مع 8 الصباح سالت العمليه. دخلت للانعاش باش نشوف الوالد، لقيت الضو طافي، لقيت اخويا الضو طافي وانا طفيت. ما نكذبش عليك زعما، قلت لهم شنو واقع؟ كيقولوا لي يكون الخير يكون الخير. بقينا تنتسناو مع 4 العشيه، انا واقف حدا الجاجه، قال لي ادخل، قال لي الطبيب دخل توادع مع باك وشاهد لي في ودني. انا مازال ما متيقش، الله ياخذ الحق في اللي كان سبابه، والله يرحمه مسكين وربي كبير اخويا، ربي بغاه وما بغاش. الحمد لله بقى الوالد في احسن صوره وبقى وشاهد لي في ودني وتوادعت معاه ومات مسكين ضاحك الحمد لله. اللهم لك الحمد، الله يرحمه، الله يرحمه اخو. انا بغيت هاد السيد اللي تسبب، هاد السيد اللي تسبب في هادشي، كنطالب من السلطات ياخذوا لنا حقنا، واللي حرمنا من بانا، اللي حرمنا من بانا، واللي حرم خويا الصغير في عمره 10 سنين من بانا، الله ياخذ فيه الحق. هاد النار هاد الله ياخذ فيه الحق، وبغيتو ياخذ الجزاء ديالو. انا فاش بافاق رجع لي الامال، وكنت باغي نشوف هاد السيد، وكنت باغي، ولكن مني مشى با يعني ما يتبدل حتى شي حاجه، مشى الله يرحمه. ولكن بغينا هاد السيد ياخذ الجزاء ديالو، بغينا نحسوا بهاد البلاد فيها القانون وفيها، بغينا القح ديالنا، بغينا الناس ياخذوا عبره من هادشي، والحمد لله اللهم لك الحمد. الفنان عبد العالي بلبل من بين رموز الاغنيه الشعبيه المغربيه، تألق في عدد من المناسبات والحفلات الشعبيه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا نصل مشاهدينا الى ختام خبر اليوم، الى اللقاء ودمتم في رعاية الله.